لشوربة العدس بالسماء رح تحتاجوا ل 2 كوب عدس بني، كوب أرز تايجر، ربع كوب برغل، بصلة مفرومة، 2 ثوم مهروس، ملعقة كبيرة من البابريكا، 2 ملعقة كبيرة من رب البندورة، نصف ثمة نعنع مفرومة، بالإضافة إلى 3 حبات بندورة مفرومة، 3 أكواب ماء، ملح وفلفل أسود، ملعقة كبيرة من الكمون و2 ليمون للتقديم. نحط زيت شعبان وبدنا نقلي فيه البصلة. هلا رح أحط الثوم كمان، نحطها بعد ما نحط البصل، وبنحرك. والرز عنا، أنا معنا رز تايجر اليوم، هيو الرز موجود. والرز منقوع، بس منقوع مش مطبوخ. بننقعه، وبرضه هلا بس يستوي شوي البصل. نحط بنقلي الرز والعدس والبرغل مع البصله قبل ما نضيف المي، يعني المي رح تدخل للمي للخطوه الاخيره. تمام، بس خلي هيك البصلات شوي يستوي، وبعدين نحط باقي المقادير. حلو، حطيت الرز قليته مع البصل. اوكي رز تايجر طبعا معنا. اوكي، وحطيت البرغل، شايفه بطل مبين، طلع البرغل ولا مبين، بس ايش بعطيني طعم وبشبع كثير زاكي، يعني اكله شتويه بجداره يعني. يا عيني. وهلا بنحط العدس اللي هو العدس لازم يكون ناعينه؟ لا انا غسلته بس بنغسله. اوكي، لانه اصلا هو رح يفتح رح يستوي بالشوربه. طب لما بدنا نعمل العدس مع الرز لازم يكون ناعينه؟ الرز منقوع. الرز منقوع والعدس احنا لما بدنا نعمل العادي مجدره يعني. معه. لا بتطبخيه على دغري؟ على هذا. اوكي ممتاز. فهلا بنحط كمون. حلو، طبعا الكمون اساسي مع العدس. طبعا بنحط، يعني بنحط منيح كمون. بدنا نحط شويه بابريكا، بتعطيها طعم وتعطيها لون كثير زاكي. هي معي معلقتي نسبة بابريكا يعني، وبعدين شوية ملح. تمام، هذا الملح انتم كل واحد بحط على ذوقه، نحن بنحب المالح كثير. هلا راح احط لها رب البندورة، وراح احط لها البندورة والنعناع عشان هي تعطيها طعم كثير زاكي. البندورة طبعا بمرقتها، يعني بنحطها زي ما هي بمرقتها عشان بدنا المرقه تبعتها. إيمان وين وصلنا؟ حطيت المي وحطيت النعنع. حلو، وحطيت البندوره والرب البندوره. تمام، هلا بنتركها على النار، نغطيها ونتركها على النار ونخليها تستوي على راحتها. بس بهذا الوقت بدي اجهز الليمون اللي بدي ازين فيه لما تخلص. تمام تمام، ليمونه على الجنب اللي بحب يزيد الليمون، وكمان بنحط نعنع، نعنع عاية عشان بس تدل على ايش موجود جوا الشوربه.